شهد محيط مقر البيت الأبيض في واشنطن مظاهرات حاشدة ضد زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة، وردد المتظاهرون هتافات منددة بسياسات أردوغان ضد الأكراد، كما نددوا بمذابح الأتراك ضد الأرمن. كما نظم أنصار اللجنة الوطنية الأرمينية الأمريكية بالشراكة مع اللجنة الكردستانية الأمريكية، نظموا وقفة احتجاجية ضد زيارة أردوغان للولايات المتحدة. المحتجون رددوا هتافات مناهضة للنظام التركي.